الرحمن الرحيم، سنقدم اليوم درس في مكون التراكيب بعنوان المستثنى بإلا. لدينا مجموعة من الأمثلة، سأقرأ عليكم الأمثلة أولا. الجملة الأولى: زرع الفلاحون حقولهم إلا فلاحا. الجملة الثانية: لا يحتاج من الأسمدة إلا الفوسفات. الجملة الثالثة: لا يحتاج من الأسمدة إلا الفوسفات. الجملة الأخيرة: لا يروي الحقل إلا المطر. إذن نلاحظ جيدا هذه الجمل. فالجملة الأولى جملة فعلية، ابتدأت بالفعل، والفاعل في هذه الجملة هو الفلاحون. إذا سألنا عن الكلمة الأخيرة في الجملة فلاحا، هل هذا الفلاح قام بالفعل؟ فهو لم يقم بالفعل، لقد استثنيناه. إذن فهذه الجملة تتضمن مستثنى منه هو الفلاحون. الفلاحون، وهناك أداة للاستثناء، ألا وهي إلا. والمستثنى هو فلاح. هذه الكلمة أي المستثنى فلاحا وردت منصوبة، نلاحظ هنا أنها جاءت منصوبة. إذا عدنا إلى الجملة: زرع الفلاحون حقولهم إلا فلاحا، فهذه الجملة أو هذا الكلام كلام مثبت. ففلاحا هنا جاءت منصوبة، نقول على أن المستثنى هنا جاء منصوبا، وجب نصبه، فإعرابه هو وجوب النصب. الجملة الثانية: لا يحتاج من الأسمدة إلا الفوسفات. إذن الفوسفات تم استثناؤه من الأسمدة، فالمستثنى منه هو الأسمدة. الأسمدة أداة الاستثناء هي إلا، والمستثنى هو الفوسفات. جاءت منصوبة. نلاحظ الجملة التي بعدها، أي الجملة الثالثة: لا يحتاج من الأسمدة إلا الفوسفات. المستثنى منه هو الأسمدة، أداة الاستثناء إلا، والمستثنى الفوسفات. إذن هذه الجملة نلاحظ على أن الفوسفات في الجملة الأولى منصوبة، وفي الجملة الثالثة، يعني الجملة الثانية منصوبة عفوا، والجملة الثالثة جاءت مجرورة. نقول نلاحظ أن الكلام هنا كيف هو؟ كلام منفي، وأداة النفي هنا هي لا. أداة نفي، الأداة هي لا، أداة النفي، والمستثنى منه الأسمدة مذكور،
والكلام منفي. إذن في هذه الحالة يجوز نصب المستثنى، فيجوز النصب، جواز النصب، جواز النصب، أو ولاحظ هنا الفوسفاتي، إذن لا يحتاج من الأسمدة إلا الفوسفاتي، فالفوسفاتي هنا تعرب بدلا من الأسمدة، فهنا مجرور، جاء مجرورا على البدلية يعني كبدل. الجملة الأخيرة، لا يروي الحقل إلا المطر. هنا لا يروي الحقل إلا المطر، أداة الاستثناء إلا، يروي لا يروي الحقل إلا المطر، الكلام هنا منفي، أداة النفي هي لا، والمستثنى منه هل هو مذكور غير مذكور؟ أداة الاستثناء إلا، والمستثنى هو المطر، عفوا، لا يروي الحقل إلا المطر. هنا إعراب المطر تعرب وكأن أداة الاستثناء غير موجودة، يروي الحقل المطر، ما الذي يروي الحقل؟ هو المطر، إذن ما محلها من الإعراب؟ هو فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. الآن سنستخلص القاعدة، إذن الاستنتاج، القاعدة، المستثنى بإلا اسم يقع بعد أداة الاستثناء إلا، عناصر الاستثناء هي المستثنى منه والمستثنى وأداة الاستثناء. إذا كان المستثنى منه مذكورا وكان الكلام تاما مثبتا وجب نصب المستثنى بإلا. ثالثا، إذا كان المستثنى منه مذكورا وكان الكلام تاما منفيا جاز نصب المستثنى بإلا، وجاز جعله تابعا للمستثنى منه على البدلية. رابعا، إذا كان المستثنى منه غير مذكور وكان الكلام منفيا فإن المستثنى بإلا يعرب حسب ما يقتضيه وضعه في الجملة كما لو كانت إلا غير موجودة. الآن بعدما تعرفنا على المستثنى بإلا، سنقوم بإنجاز تمرين تطبيقي. عين المستثنى بإلا فيما يلي: حضر التلاميذ إلا عليا، لم يتغيب من التلاميذ إلا محمد، لا ينجح إلا المجد، لا ينفع مع كورونا إلا النظافة. إذن بعدما ستجيبون سأذكركم بالمستثنى في هذه الجمل. إذن في الجملة الأولى المستثنى هو عليا، لم يتغيب من التلاميذ إلا محمد، لا ينجح إلا المجد، المجد مستثنى، لا ينفع مع كورونا إلا النظافة، النظافة هو المستثنى. الآن سنقدم لكم نموذجا في الإعراب. إعراب، سنعرب الجملة لا يفلح إلا المجد، لا أداة نفي، يفلح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، إلا
أداة استثناء. المجد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره. لماذا هنا تم إعراب مجد فاعل مرفوع؟ لأن المستثنى منه غير مذكور والكلام منفي. شكرا على تتبعكم.